في طفلة اسمها أميرة من بلد صغيرة في كولومبيا، والطفلة دي كان عندها 13 سنة وكانت شاطرة جدا في دراستها، وكمان كان حلمها انها تكون طبيبة، لكن للأسف كان جنب بلدها بركان خامد من مئات السنين، وفي 13 نوفمبر عام 1985 شاء الله ان البركان يصحى من نومه ويدمر كل اللي حواليه. تخيل آلاف الناس اتدفنوا تحت الأنقاض، في منهم اللي مات وفي منهم ناس فضلوا عايشين تحت الأنقاض، وتم إنقاذ عدد قليل جدا منهم، أما باقي الناس ماتوا بسبب الخنقة والعطش. ومن سوء حظ أميرة إنها كانت واحدة من العالقين تحت الأنقاض لنص جسمها، والمياه غطتها لحد رقبتها، وفضلت الطفلة أميرة على الحالة دي والناس كلهم حواليها ومحدش عارف يعمل لها أي حاجة. وفي اليوم الثاني اتصابت بغرغرينة في رجليها، أما في اليوم الثالث ارتفعت درجة حرارة جسمها وبدأت تهلوس، وكانت بتقول إنها مش عايزة تتأخر عن المدرسة، وفضلت تشكر الناس اللي حواليها على وقوفهم جنبها وتدعي الأهل لها. واخيرا ارتاحت من العذاب اللي كانت فيه وماتت بعد 3 ايام. لكن السؤال هنا، ازاي كل الناس دي حواليها ومحدش قدر ينقذها؟ اولا المكان اللي حواليها صعب جدا بسبب انفجار البركان، وده طبعا ادى لتأخير وصول الامدادات، وكمان كانوا كل ما يحاولوا يسحبوها منسوب المياه بيزيد، واكتشفوا ان في كتلة خرسانية وقعت على رجليها وما ينفعش تخرج الا اذا قطعوا رجليها، وده كمان طبعا مستحيل علشان المياه والوحل كانوا بيغطوها، وكان في نقص في المعدات اللازمة لاجراء العملية. وماتت اميرة بسبب الغرغرينة وانخفاض حاد في درجة حرارة جسمها، وسبب ان عينيها كانت سودة كده. في بعض الناس اعتقدوا ان الرماد البركاني وغازاته السامة هي السبب، وناس تانين قالوا انه بسبب اصابتها بالتسمم الدموي الناتج عن العدوى. وده فيديو الاميرة وهي بتقول: ماما وبابا واخواتي بحبكم كلكم، وداعا يا امي. وطبعا في نهاية القصة ما تنسوش انكم تصلوا على النبي.